تعد دار المخطوطات العراقية أكبر دار للمخطوطات في العراق والوطن العربي، وواحدة من أهم الدور بالعالم، إذ تحتفظ هذه الدار بالآلاف من الكتب والمؤلفات التي لا تقدر بثمن وبلغات مختلفة، حيث تعمل الدار على حماية ركيزة ركائز الثقافة العراقية بماضيها وحاضرها ومستقبلها، والالتزام بتعزيزها والارتقاء بها وحماية التراث الشعبي والحفاظ عليه وخلق مناخ ثقافي مميز يرتكز على تمكين المجتمع العراقي ثقافيا، لتكون دار النشر رافدا من روافد العلم والمعرفة والثقافة. نحن اليوم في قاعة طه باقر، هذه القاعة تعود إلى المتحف العراقي وهي مخصصة للمخطوطات العراقية. المخطوطات العراقية يشرف على عملها دار المخطوطات العراقية، هذه الدار التي أسست في العام 1940، كانت بواقع شعبة، من بعد ذلك تحولت إلى قسم ثم إلى دائرة عامة معنية بشأن المخطوطات العراقية. عدد المخطوطات اليوم في مخازن دار المخطوطات في المتحف العراقي تصل إلى 47,000 مخطوطة. هذه المخطوطات متنوعة ثقافيا لغويا وموضوعيا، يعني أننا إزاء مخطوطات في موضوعات متعددة في الأدب واللغة والتاريخ والحديث الشريف والأخلاق والتصوف والأوبئة وموضوعات أخرى، فضلا عن الجانب اللغوي في هذه المخطوطات وهو أمر مهم. لدينا مخطوطات باللغة العربية واللغة الفارسية والتركية والعبرية والسريانية والكردية، حتى لغات أجنبية أخرى. هذا التنوع حقيقة يمثل ثروة معرفية وطنية في هذا البلد في العراق، بكل ما عرف من عراقته المعرفية والعلمية. وهذه المخطوطات بلا شك فيها قدم يعود بعضها إلى القرن الأول للهجرة، مما كتب على الرق قبل أن يكتب على الورق في مخطوطات في صحف كتب بها المصحف الشريف. بلا شك المخطوطات تمثل في كل البلدان ثروة يعنى بها المحققون الباحثون، الجامعات الرصينة التي تبحث عن تراثها عن فكرها، حتى على مستوى الجمال الموجود على مستوى كتابتها تزيينها تجميلها. إذن نحن أمام هذا النوع من التراث الإنساني المعرفي العريق، وتعمل اليوم كوادرنا في دار المخطوطات العراقية عبر مجموعة من الموظفين المتخصصين في شؤون الترميم والصيانة. لدينا مشفى يعنى بصيانة هذه المخطوطات فضلا عن توفير ظروف ملائمة للخزن، لأننا إذا هذا النوع من المكتوب الذي يمتد عمره لأكثر من 1400 عام. لدينا أيضا حرص كبير على التواصل مع المحققين والباحثين في مختلف أنحاء العراق فضلا عن بلدان العالم، من أجل إظهار هذه الكنوز المعرفية بالتواصل مع طلبة الدراسات العليا، توفير المخطوط لهم عبر تصويره. فنحن اليوم نعمل بشكل جاد في دار المخطوطات العراقية من أجل توفير نسخ من هذه المخطوطات مصورة للباحثين، فضلا عن إمكانية زيارة هذه القاعة للاطلاع على النسخ الأصلية للمخطوطات وللوحات الخطية المكتوبة بأيدي كبار الخطاطين العراقيين والخطاطين العرب. تحمل دار المخطوطات في طياتها العديد من النفائس والكنوز تمتد إلى فترات تاريخية مختلفة، من بينها مجموعة من المخطوطات النفيسة والقديمة والنادرة والفريدة والخزائنية والمخطوطات المكتوبة بأقلام مؤلفيها، كما ضمت العديد من اللوحات والرقع الخطية والزخارف التي خطها مشاهير الخطاطين العرب والمسلمين. وغالبا ما تكون هذه المخطوطات بهذه الدار بأقلام مؤلفيها. دار المخطوطات كانت شعبة تابعة إلى مكتبة المتحف العراقي، والحمد لله أصبحت دار
بمسجلاتها 47,000 مخطوطة، ما تقارب 64,000 مصنف، منها ما هو مخطوط، منها ما هو وثيقة وسفر وأدوات خطية ولوحات ورقع وغيرها. تحوي معظم العلوم وبلغات أخرى، فهي عبارة عن مكتبة متنوعة صاحبة تعايش رقمي، لكن متنوعة من حيث الموضوعات ومن حيث اللغات. فيها ما هو من القديم وفيها ما هو من الحديث، عبارة عن سلسلة من المخطوطات من مختلف البلدان، سواء على مستوى الدول العربية أو مستوى الدول الإسلامية. دار المخطوطات العراقية تحوي على قطع من الرق تعود للقرن الأول والثاني والثالث والرابع الهجري. أقدم نسخة موجودة عندنا قطعة من الرق تعود للقرن الأول، نهايات القرن الأول الهجري، وكذلك بعض القطع من الرق تنسب إلى خط الإمام علي عليه السلام. وأقدم نسخة موجودة في الدار هي مجمل اللغة لابن فارس، هو معجم لغوي كتب سنة 446 هجرية. تحوي خزانة العرض للمعروضات الغبارية تحت تسمية الكتابات الغبارية، أي الكتابات التي لا ترى بالعين، منها على حبة القمح ومنها حبة الرز، التي كتبت على حبة القمح من قبل الخطاط محمد طاهر الكردي المدني، المدني منسوب إلى عيشته، أو المكي إلى منسوب إلى عيشته في مكة والمدينة. كتبت عليها صورة قريش. أما حبة الرز فهي تعود للخطاط حميد السعدي، كتبت عليها صورة التوحيد. تحوي الدار على مخطوطات مختلفة، منها ما هي خزائنية، منها ما هي كتبت بخطوط مؤلفين أو بخطوط علماء، عليها سماعات وقراءات من قبل العلماء. من أهم المخطوطات الخزائنية الموجودة عندنا التي هديت إلى خزانة السلاطين، ومنها ما كتبت من قبل طلب من السلاطين، وبخطوط علماء مختلفين لفترات مختلفة. الدار تحوي على كم هائل من النفائس والنوادر، لا يعني لا تحصى بالعدد وبالكم، وإنما تحصى بالنوع. تحوي الدار لوحات ورقع خطية لخطاطين من مدارس إسلامية وعربية، لمدارس عربية سواء من مصر أو مدرسة سوريا أو مدرسة بغداد، وبالنسبة للمدارس الإسلامية إيران وتركيا ومن دول شرق آسيا، سواء على مستوى الهند كخطاطين الهند أو خطاطين المشهورين في أذربيجان. الدار تحتاج إلى شراكة عالمية حتى تكون وفق النظام العالمي، وفق الرقمنة العالمية، وفق التعريف العالمي. نحتاج إلى أن نكون إحنا دائرة مشتركة التعامل مع المكتبات العالمية. الدار هي ليست دار فقط للعراق، هي دار عالمية، هي منظومة كاملة لتاريخ عالمي. هي ليست خاصة بالعراق، هي خاصة بالعالم الإسلامي والعالم العالمي. كل المخطوطات مهمة نتعامل وياها، إنه أي ورقة موجودة في دار المخطوطات هي مهمة بالنسبة لنا، لأن تمثل تاريخها، يمثل فترة معينة. فأي مخطوطة تصان بالنسبة لنا مهمة. صحيح هناك عامل الأفضلية للمخطوطة اللي صاحبة الضرر الأكبر، لكن نتعامل ويا كل المخطوطات بنفس المستوى، لأن هي تحمل نتاج تاريخي يمثل فترته. تحظى دار المخطوطات والوثائق إلى عمليات رعاية وصيانة خاصة، خصوصا تلك التي تعرضت إلى عمليات التخريب أو من تقادم الزمن عليها، وفق طرائق علمية حديثة وأجهزة متطورة تعيد للكتب رونقها وأثيمها المعرفي، لتكون ينبوعا ومصدرا للثقافة والعلوم بشتى نواحي الحياة. حقيقة مما نعتز به من غنى هذا البلد العريق هو وجود هذه المخطوطات، فضلاً عن اللوحات الخطية المكتوبة كما ذكرت قبل قليل بأيدي كبار الخطاطين. نأمل أن يستمر العمل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في داخل العراق، ولدينا اتفاقيات مع جهات خارج العراق، مؤسسات
مهتمة بشأن المخطوطات مع دول لديها خبرة في هذا المجال، وهم اليوم حقيقة يتوقون للعمل معنا في العراق من أجل التدريب، من أجل الصيانة والرعاية والترميم. بلا شك تعمل اليوم دار المخطوطات العراقية على يعني تحديد مسار جديد لعملها من جهة فهرسة هذه المخطوطات فهرسة تفصيلية تضع بيانا شاملا لكل ما لديها من مخطوطات. بلا شك لا يمكن للدار، للمرتبطين بها من باحثين من محققين، أن يصلوا إلى المخطوطات من دون فهرسة تدلهم على هذه المخطوطات لغة نوعا موضوعا. وهذا يعني مشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الدار، فضلا عن مشروع تصوير هذه المخطوطات تصويرا رقميا حديثا لتكون لدينا نسخة كاملة عن هذه المخطوطات، ويمكن أيضا أن نعمل على توفيرها للباحثين وفق الضوابط والشروط المعمول بها في الدار. بلا شك العمل مستمر للدار في أن توفر من المعارض الفنية على مستوى المعارض الخاصة بالمخطوطات أو المعارض الخاصة باللوحات الخطية التي هي جزء من عمل الدار، ولدينا مشاركات في داخل البلد وخارج البلد قريبا. نعمل على إيصال رسالة دار المخطوطات العراقية إلى البلدان العربية، إلى البلدان الأجنبية، ليتعرف العالم على ما لدى العراق من هذا الموروث الغني بالعلم والمعرفة والتفرد والجمال في الكتابة والبراعة في الفكر والمعرفة. وبلا شك المشاريع المرتبطة بعمل المخطوطات هي مشاريع كثيرة، لهذا نأمل دائما وأبدا أن نمد أيدينا وأن نجسر العلاقة مع المتخصصين في المجال الأكاديمي، مع المحققين، مع الفنانين، مع الخطاطين، وأن نستمر في دعم المشاريع ذات العلاقة على مستوى التحقيق وعلى مستوى الصيانة، على مستوى الترميم، على مستوى إقامة المعارض التعريفية، لأنها معارض بلا شك ستكون معارض متحفية سواء كانت في داخل العراق أو في خارج العراق. هذا جزء من أهدافنا اليوم في دار المخطوطات العراقية. توجد مخطوطات قسم منها ما كتبت بتسمية الكتابات الغبارية، صحيح لا ترى بالعين، لكن اللي ترى بأشعة مثل النسخة الخزائنية هي ديوان السياسة والرياضة التي أهداها أحد المؤلفين إلى السلطان أبي شجاع. هذه النسخة في أولها طرة لونت باللون الأزرق غير ظاهرة المعالم كإهداء أو تأليف، ما ترى إلا بوجود أشعة لقراءتها. توجد لوحات ورقع وكتب مكتوبة على أيدي خطاطين ماهرين ومشهورين مثل أستاذنا ياقوت المستعصمي وعبد الله الصيرفي والأزري وأستاذنا حامد الآمدي المدرسة التركية وعبد العزيز الرفاعي مصطفى راقم، وبالنسبة للمدارس العربية سيد إبراهيم من مصر والبدوي من سوريا وأستاذنا الكبير هاشم البغدادي الخطاط المشهور على مستوى العالم. يوجد في الدار ما يقارب 700 مصحف لفترات مختلفة، لخزانات مختلفة، من مدارس إسلامية وعربية مختلفة، منها ما هو من الهند وإيران وتركيا والمغرب والعراق وسوريا ومصر. بالنسبة للعلوم المختلفة ما موجود في الدار لحوالي ما يقارب 33 علم، منها ما هو باللغة وعلوم القرآن وعلم المناظرة والأدب والتاريخ والحديث النبوي الشريف، علم الرياضيات، الفلك، التنجيم، علم الكلام، التصوف وغيرها وغيرها، سواء على مستوى باللغة العربية أو بالفارسية أو التركية والكردية. يعمل قسم الوثائق بأسلوب التصوير الضوئي للوثيقة، ويتم منح الباحث شريطاً مصوراً
يتم عرض محتواه عبر شاشات وزعت على أرجاء القسم الذي يدور في فضائه الكثير من الباحثين. وهذا العمل هو جزء من الحفاظ على الموروث العلمي والفكري المتمثل بخزينة دار المخطوطات من الكتب والوثائق المهمة التي تنتمي إلى عصور مختلفة. مراحل المخطوط من أول بداية استلامها، نستلمها من قسم الخزانة في داخل المتحف، نسوي له معلومات. المعلومات يعني شلون؟ مثل الطبلة، اللي هو من اسمه مشفى، يعني طبلة المريض، تشبه طبلة المريض. المعلومات رقم الخزانة، العنوان، المؤلف، الناسخ، الصفحات، هذه كلها موجودة بهذه الطبلة. بعدين هذه الطبلة ندخلها معلومات بالحاسبة. أول ما نلزم المخطوط، أول شيء شاء نسوي الرقمة، الرقم الصفحات إذا لأن كان هو أكثر القديم ما بترقيم. بعض المخطوطات تجينا ما بيها معلومات كافية، معلومات مثلا ناقص الأول أو ناقص الآخر، لازم إحنا نتابع ويا جماعة الخزانة حتى نكتب المعلومات كاملة. هذه معلومات مكتبية أو معلومات خلينا نقول خزائنية أو معلومات فهرسية، إحنا علينا أنه نشتغل المخطوط، نعيد تصليحه كأنه دخلناه مستشفى، كأنه ده يعني من جديد. أول فقرة نسويها ورا الترقيم نحاول ننظفه. التنظيف يكون يدوي، التنظيف اليدوي فرشة بسيطة ناعمة تكون سوفت حتى لا تأثر على المخطوط وتخدشه، ننظفه ونرتبه، ووراها نلزمه هنا نصوره، نصور تصوير أول. طبعا عندنا هنا مصور واستديو كامل، نصوره بكعب التجليد الداخل الوسط والأول والأخير. بعدين نبلش به، من نبلش به نشوف الأضرار الموجودة اللي به، إيش قد يعني يستحق. ما نقدر نعطي سقف زمني، سقف زمني يستحيل نعطي. ليش؟ لأن الضرر الموجود بالمخطوط ما نقدر نتحكم به، يكون مثلا مدة شهر أكثر أقل حسب الضرر الموجود بالمخطوط. بعض الأحيان أنت تشوفين ما بيه ضرر، لكن هو من تجين تبلشين به تلقين عنده أضرار، مثل الإنسان اللي يروح يأخذ تحليل تطلع عنده غير أمراض جديدة مثلا، يعني ندخل به. فنبلش به ونقعد نشتغل شغل كامل إلى أن يعني نوصل المرحلة. من إحنا مشكلتنا إنه يجي يقول لك أنا أريد يعني تخلص لي المخطوط وتعطيني سقف زمني. أنا إذا محدد شهر لازم أقول له شهرين، يعني راح تطلع بيه شغلات جديدة وقريب. فأول ما نبلش دائما نستخدم إحنا بالشغلنا الورق الياباني. الورق الياباني بدرجات، درجة من درجة صغيرة سوفت كلش إلى درجة أقوى درجة. دائما إحنا شغلنا يدوي، نحاول نشتغل يدوي، لأنه الشغل اليدوي هتطلع به العيوب المخطوط وعيوب العمل وعيوب الشغل. فإحنا نحدد الورق اللي راح نستخدمه بالصيانة أو الترميم. إذا كان الورق اللي راح نستخدمه يعني شوية بيه ثخن، لازم نأخذ قياس. عندنا آلة صغيرة نستخدم بها قياس الورق، قياس الورق نحدد به انه احنا راح نعالج به شنو. بعض الثقوب، بعض المخلوطات تجي بها ثقوب، الثقوب شويه يعني تاخذ وقت. هذه الثقوب احاول اسوي لها اني عجينه يدويه، العجينه اليدويه اضيف هذا طبعا الصمغ اللي نستخدمه كله مواد عضويه، مواد طبيعيه، ما نستخدم مواد كيميائيه نهائيا لانه اثر على المخطوط بالاخص اذا كانت حامضيه. يعني لازم المواد اللي نستخدمها كلها قاعدية، لأنه مستقبلاً راح تأثر على المخطوط. وبعض المواد الحامضية تجذب البكتيريا وتجذب الحشرات. راح أستخدم هاي العجينة بالثقوب، أستخدم الملقط، هذا الملقط أسويها عجينة يدوية. المميزات هذا الورق الياباني انه هو قطني واليافه كلش قويه، يعني اذا انا سويت بي صيانه مخطوط راح يتعشى قويه الاوراق المخطوط وراح يلزمه. هذا اسويها عجينه، احاول انه املي الثقب لانه هذه مستقبلا احتمال بعض البكتيريا تعيد
نشاطها وراء صار عندها سبات، تعيد نشاطها وراء سنة وراء 100 سنة يجوز زين. فهذا لازم نحافظ عليه أكثر قدر ممكن، نحافظ عليه ونحاول من نسوي المخطوط صيانة. بعض المخطوطات تكون الشروحات على الحافة، فبهالحالة لازم نحافظ على المادة الموجودة بالمخطوط زين. وقبل طبعا لا نبلش بهذا الصيانة، إذا كانت أفحص الحبر، الحبر أفحصها بالكحول وأشوفه أنه يحل بالكحول، إذا ما حل أقدر أشتغل عليه عادي، بس إذا حل لازم أكون دقيقة بالشغل جدا زين. فأنت أحاول أخذ المكان الجيد والمناسب اللي أدخل به الشغل مالتي حتى لا يتأثر على الكتابة الموجودة هنا. طبعا هي عدة معالجات، هذه المعالجة بعض المخطوطات تكون مفقودة بها الصفحة الثانية، الصفحة الثانية أنا لازم أدعمها بصفحة أخرى، فبهالطريقة أدعمها لأنه أنا من راح أخيط المخطوط شو راح أخيطه وهي هذه يعني وحدها سائبة، لازم أدعمها بورقة ثانية أقوى. ورق ياباني عندي هو هذا، فأصل دعامة إلى الجهة الثانية وهكذا إلى أن أسوي ما لازم ويصير مخطوط كامل. ورا ما أخلص يعني شلون يعني أقول خد أفصل له، شلون أفصل له تفصال، تفصال المكان المتضرر، من أفصله راح يطلع المخطوط أدعمه من هنا بالداخل، هذا كله أشيله وهذا نفس الحالة ومن غير طبعا هاي الثقوب أنا هسه شرحتها. ورا ما أكمله ويخلص ويتم عندي أسوي له هسه راح أشوفكم طبعا المخطوطات عندنا مسوي لها، لازم أسوي له دعامات. الدعامات اللي منا ومنا هي شنو، عبارة عن خلينا نقول ملازم يعني بطانة اللي تلزم المخطوط حتى من أجلده وبعد يعني بعد يعيش أكثر فترة أكثر ممكن يعيش المخطوط. هذه مرحلة أتممناها. بعض المخطوطات تجينا نظيفة ما يحتاج لها يعني وقت نستغرق بالشغل مالته، هذا المخطوط جدا نظيف وهو جزء من مجموعة أجزاء، مجرد أنه بس الغلاف شوية يعني متضرر ومخلوع من الأصل، لزمنا خيطنا ورتبنا على نفس ما هو وخيطنا الخياطة الإسلامية، هاي الخياطة الإسلامية إحنا أكثر خياطتنا خياطة إسلامية، ودعمنا بخيوط والخيوط داخل ودعمنا إحنا شغلنا كله بالورق الياباني. هذا الورق الياباني لأنه مجموعة ألياف قاعدية تحافظ على المخطوط من الداخل والخارج، شغلنا كله به حتى الغلاف نشتغله بهذا الورق الياباني. هذا منا من كملنا هسه إحنا هيئنا للتجليد، إذا هو الغلاف مالته يعني هو مهم، الغلاف مالته إسلامي وما بيه شيء نظيف، الشغل راح يكون مو بس على المتن على المخطوط، راح يكون الشغل أيضا على إذا كان بي كفر إذا كان بي غلاف راح نشتغل على الغلاف. هذه مجموعة يعني هي خلينا نقول نفس المساحة اللي يستخدموها بالمسح قلم الرصاص بس هي برادة، فنستخدمها ننظف بيها المخطوط من الأتربة اللاصقة بي واللي موجودة بالداخل وبعض الأوساخ اللي مرت عليه، أوساخ يعني بعض الخزن مر الزمن عليه بعض الرطوبة أيضا هماتينا نمسحها. نحاول ورا ما ننظفه ونكمله نحاول نشوف إذا أكو بي يعني أضرار، نحاول نرجع لأن هذا من عمر المخطوط ما نلعب به، بس نحاول نرجعه مثل ما كان. أيضا المعالجة حيكون بالورق الياباني، أيضا العلاج هذا من نانا بالورق الياباني. بعدين تجرى عليه طريقة التجليد المعتادة عليها اللي إحنا نشتغلها دائما. هذه بالنسبة للغلاف، الغلاف لازم نرجعه مثل ما كان زين، نحاول نرجعه نرجع على هو هذا المخطوط بكفر. بعض المخطوطات تجي بكفرات، هذه الكفرات أيضا من عمر المخطوط، أيضا إذا بي ضرر نشتغله، هذه الأضرار هاي الأضرار، هذه المكانات المفقودة أيضا نمليها بهذا الورق الياباني، نمليها بالورق الياباني. إحنا لحد الآن يعني نستبعد فكرة الأصباغ إنه نملي أصباغ، يعني أكو أصباغ طبيعية بس نستبعدها يعني لأنه مو المهم جمالية، المهم إعادة المخطوط على ما هو عليه والاستفادة منه.
هذا أيضا نرجع نعالجه إلى أن يعني يأخذ المخطوط الوضع مالته القديم ونرجعه ورا ما نكمل نسجله ونرجعه للخزانة.